بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مع كتاب الله وفي سورة آل عمران يقول ربنا سبحانه وتعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. بمفازة من العذاب ولهم عذاب، يبقى إذن هذا العذاب في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة. هؤلاء الناس الذين ينسبون الفضل لأنفسهم، هؤلاء الناس الذين لا يجعلون في حياتهم الله، رفعوا الله من حياتهم، لم يبق هناك كلمة الله، فيرى لنفسه حولا وقوة، ويرى لنفسه فعلا، فيقع في الكذب وينسب لنفسه المنة والفضل والخلق الإلهي، وتراه دائما يريد أن يعظم شأنه ويعظم ذاته. ما فيش الله فما فيش الحمد لله، ما فيش الحمد لله يبقى ما فيش توكلت على الله، ما فيش توكلت على الله يبقى ما فيش لا حول ولا قوة إلا بالله. فلما يقع في المصيبة ما يعرفش يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ما يعرفش، ما هو ما فيه، ما هو مش متعود. لما يقع في المصيبة ما يعرفش يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، ما يعرفش، ما هي بعيد عن مخه. ايه رأيك انه في عذاب بالشكل ده وفي جهنم في الدنيا؟ تخيل ان مفيش حاجة يتشبث بها عند الألم، يا رب خفف عني. ده يا رب دي حلوة قوي، دي حسبنا الله ونعم الوكيل، دي تريح الواحد. تخيل انه اخينا ده منهار او هينهار، ادي العذاب. فهو ليس بعيدا في الدنيا عن العذاب لانه بعيد عن الله. شر ربنا من مخه، من نفسه، من قلبه، من حياته، فلم يبقى له الا العذاب مع نفسه كده. قابلنا كثيرا من الناس دي وكلمناهم عن الله، قالوا حاجة غريبة قوي، انت كل ما بتكلمني عن ربنا اللي انت بتقول عليه ده هو، كل ما بشعر انه كأني مجروح وبتبرد جرحي، ولما امشي اروح البيت افكر، طب ما دام الحاجة دي حلوة ما تيلا اعملها لان فيها مصلحتي، مش لان ربنا موجود صحيح، مش لان ربنا مستحق للحمد صحيح، مش لان ربنا فعلا هو حسبنا وكفايتنا، لا، انما حاجه بتريحني كده ومنوره كده، وما الاقي روحي مش قادر. شوف الكلام، قلت له مش قادر ازاي؟ قال انا في جهنم اللي انتوا بتقولوا عليها دي ومش قادر اطلع، مش قادر، مش عايز. فافتكرت ساعتها قوله تعالى: واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. تخيل انت عايز تؤمن
ومش عارف. يا خبر ابيض، ده احنا في نعمة يا ولاد، ده عذاب ايه ده؟ هو محطط روحه في النار والباب مفتوح وانا بقول له تعال اطلع، بيقول لي مش قادر. طب انت مبسوط؟ قال لا ده انا بتعذب. طب اطلع، انا مش قادر. او ده هو انك اوعى تعتقد ان هو يقدر ان يفوز بالنجاة بمفازة من العذاب. ده مش هيعرف يبعد عن العذاب بإرادته وبخلاف ما يمليه عليه عقله. عقله بيقول له طب ما دي حاجة حلوة، ما تيجي نعملها، مش عارف، ويفضل كده في العذاب. وبعدين هذا العذاب الحقيقة ليس طيبا ولا جميلا ولا سهلا، ده أليم، يعني مؤلم، أليم فعيل، يعني اسم فاعل واسم مفعول، عذاب بيسبب الألم وعذاب جاي من الألم. يعني في نار بتعمل حريق، حرق في الجلد مثلا، وهذا الحرق بيعمل عذاب، ففي عذاب بيسبب الألم والألم بيعمل عذاب، يبقى العذاب محيط بيه، ادي العذاب الأليم. أليم، شوف، مش مؤلم، مؤلم يبقى في اتجاه واحد بس، لا، ده فاعل ومفعول، والفعل والمفعول معناته ايه؟ عمل دايرة، يبقى هو جوه هذه الدايرة. يبقى عذاب الدنيا وعذاب الآخرة محيط بهم. ولزوم ايه كل ده؟ الكفر بالله، مش راضي يصدق الحقيقة الكبرى التي تظهر لكل أحد حتى بفطرته. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. شوف الآية دي جاية بعد الآية دي، يعني أنت والسماوات والأرض ومن فيهن ملك له سبحانه وتعالى، وكمان هو قادر على كل شيء، فقادر على هدايتك، وقادر على أن يتركك في نفسك بعد أن أنكرت وجوده ولم تؤمن به، وقادر على أنه يخفف العذاب، وقادر على أنه يستمر العذاب. يبقى ده تحبه وتخافه مع بعض. طيب لما تحبه وتخافه تقدم النهون، الحب ولا الخوف؟ قال لك اقرا بقى الكلام، قال لك بسم الله ايه؟ الرحمن الرحيم. لانه انت لما تتامل في الكلام ده ممكن تخاف زياده عن اللزوم، ومش عايزك تخاف زياده عن اللزوم، ومش عايزك برضو تتهاون زياده عن اللزوم، عايزك تمشي على الصراط المستقيم اللي انت بتدعي ربنا كل فتحه وانت بتقراها اهدنا الصراط المستقيم، لا عايزك تخاف قوي بحيث انك تقول لك يا عم انا ماليش دعوه انا هسيب الدنيا واللي فيها، الجمل بما حمل، ولا عايزك تبوظ الارض وتفسد فيها، عايزك كده انسان تعبد ربك وتعمر كونك وتزكي نفسك. ولله ملك السماوات والارض والله على كل شيء قدير. وإلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.